الف الف مبروك يا استاذ سار. مبروك يا كابتن ايمن، الف مبروك. معاك ال يا كابتن عجبكم كلهم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا طارق. مبروك. مبروك يا استاذ طارق. مبروك يا استاذ طارق. مبروك يا استاذ طارق. كان معانا الكابتن هاني رمزي. الكابتن هاني رمزي لا مالش. مالش كابتن هاني. معانا الكابتن هاني رمزي. مبروك مبروك لنا كلنا. مبروك كابتن هاني. كان نفسنا نكون موجودين معاكم هناك بصراحه. اه والله حصلت حادثه طبعا، بس حادثه جميله يعني. الحمد لله ربنا فرحنا النهارده الحمد لله. كلمني عن دور جمهور النادي الاهلي النهارده في الملعب. ده جمهور عظيم. المدرجات كلها اهلاويه وتشجيع من قبل ما يعني الجمهور كلهم اللي موجودين ودبات ما ترقبتش قبل الماتش وطول امسح المنديل ده حاجه الحمد لله. ربنا كرمنا قوي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تغيير ده عمل الجمهور من يوم ما احنا لغايه برضه ما بيجي بنروح التدريب قريب الفندق التدريب برضه الجمهور واقف في الشارع. جمهور الاهلي ده جمهور الحمد لله. حضرتك كنت متواجد بين الجماهير الشوط الثاني بالذات لما ضغطنا، كان الجمهور عنده ثقه ان النادي الاهلي هيعدي الماتش ولا كان في قلق جامد بين الجمهور؟ لا كانوا بيشجعوا بطريقه طبيعيه. تشجيع اضعاف تشجيع مش قلق اضعاف تشجيع كلها. طب وحضرتك قلقت شويه الشوط الثاني ولا ما قلقتش؟ كان عندك الثقه دي؟ الحمد لله طبيعي طبعا. اهلاوي. واللي جاي ايه بقى اللي ممكن يحصل؟ عندنا الطموح ان احنا ان شاء الله باذن الله تنجيل مسموح لاي حد من ضمن الحاجات اللي يعني اللي ربنا من النهارده تنجيل مسموح لاي حد ان هو يتكلم في الماتش بتاع باير يعني لما نعدي النهارده. بعد كده بقى ان شاء الله بقى الصبح هتبدا الاستعدادات ان شاء الله للماتش بتاع باير. ربنا كريم ان شاء الله يعني باذن الله. طول ما احنا عايشين طول ما في امل وليه لا وليه ما نحلمش بكده؟ ربنا يكرمك ان شاء الله. باذن الله رب العالمين. والف الف مبروك يا استاذ طارق. التوفيق بتاع ربنا. الله يخليك. الف الف مبروك. ربنا يخليك. الف مبروك ليك ولجميع الاهلاويه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.